السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله عندي لكم فيديو خاص بطريقة عمل وردة أنيقة بالصوف بدون كروشي بطريقة سهلة وبسيطة. وقبل ما نبدأ العمل ديالنا، ترحب بكل المتتبعين للقناة، وبالنسبة للمتتبعين الجدد اللي أول مرة غادي يشوفوا القناة ديالي، تنطلب منهم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو تضغطوا على اللايك وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأقارب لتعم الفائدة. ودابا نبدأ الفيديو على بركة الله. Thank you.
وهذا هو الشكل النهائي كما تلاحظوا، تدي الشكل ديالها رائع. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، والى عمل مقبل باذن الله.